تطرح إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي في السوق اللبنانية في نهاية السنة الجارية صنف السجائر بيبلوس الذي توقفت عن إنتاجه منذ سبعينات القرن الفائت، وستتولى تصنيعه شركة بريتش أمريكان توباكو العالمية في مصنعها بالأردن بمواصفات عالية الجودة بموجب اتفاق وقعه الطرفان في مقر الإدارة الرئيسي في الحدث. ووقع المدير العام للريجي نصيف صقلاوي والمدير العام للبي اي تي في الشرق الأوسط بافل بوشاروف اتفاق التصنيع في احتفال أقيم بحضور عضو لجنة الإدارة عصام سلمان ومفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف ومديرو الريجي وعدد من رؤساء البيع إضافة إلى وفد الشركة. وأشار صقلاوي إلى أن الريجي تضيف إلى سجلها من محطات التعاون الدولية اتفاقاً جديداً، موضحاً أن هذا التعاون الصناعي يعود إلى الثقة المتبادلة بين المؤسستين. بوشاروف بدوره ذكر بأن الشراكة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، مضيفاً أن المؤسستين تنطلقان اليوم في رحلة جديدة. وقعنا اتفاقية لتصنيع أصنافكم في مصانعنا، ومن هنا نوقع اليوم اتفاقية جديدة لتصنيع أصنافنا في مصانعكم، إذ نعلن اليوم أنه في ختام العام 2022 سنعيد طرح إحدى أصنافنا التي كنا قد توقفنا عن إنتاجها منذ السبعينات بمواصفات عالمية بمواصفات عالية الجودة في السوق اللبناني، هو صنف بيبلوس قياس كينج سايز أند كين، والذي سيتم تصنيعه اليوم في مصانع بي اي تي في الأردن، وسيكون علامة تجارية أخرى لامعة تضاف إلى مروحة منتجاتنا المحلية ذات الجودة. تجربة جديدة نخوضها مع لبنان، وذلك لتعزيز روح الشراكة والتعاون، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي، ولطالما كان المنتج اللبناني يعرف عن نفسه. وأكد أن بي اي تي ستنفذ هذه المهمة بنزاهة ومعايير جودة قوية، معتبرا أن هذه الخطوة ستعزز الشراكة بين الطرفين.